في حلقتنا اليوم غادي نتكلموا لكم على شي حوايج ما كنتيش كتعرفهم على الدولة ديال مصر. اش كتعرفوا على الدولة ديال مصر ام الدنيا؟ واش هي في نظركم غير ديك البلاد اللي فيها الاهرامات واللي هي القنطرة اللي كتجمع بين قارة افريقيا وقارة اسيا؟ واش هي غير البلاد ديال الفراعنة والحضارات القديمة اللي خلات الاثار ديالها في التاريخ؟ هادشي صحيح، ولكن هادشي اللي غندوي لكم عليه في الحلقة ديال اليوم محال تكونوا كتعرفوه، حيت المصريين براسهم قليل منهم اللي كيعرفوا. مثلا شنو كتعني الكلمة ديال مصر؟ واش كيلوباترا هي بصح مصرية؟ واش أكبر هرم في العالم هو داك الهرم اللي كاين في مصر؟ واش بصح العبيد هما اللي بنوا الأهرامات؟ بزاف ديال الأسئلة غادي تحيركم الأجوبة ديالها، ولكن قبل ما نجاوبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. إذا ما نطولوش عليكم نبداو الحلقة ديالنا. الدولة ديال مصر هي دولة إفريقية جات بين إفريقيا وآسيا، وهي واحد الدولة اللي عريقة بزاف واللي بدأ التاريخ ديالها ب7000 سنة قبل الميلاد تقريبا. دولة اللي عندها أكبر تاريخ في التاريخ. الحضارة ديالها سببها هو نهر النيل اللي دايز في الأراضي ديالها، وحيت كانت قريبة من أوروبا بزاف الناس كيسحب ليهم، غير الفراعنة هما اللي كانوا ساكنين في مصر وما عارفينش بأن مصر دوزت بزاف ديال الحضارات. ومن بين هاد الحضارات اللي دوزت مصر هي الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، ومن بعد جات الحضارة القبطية النصرانية، ومن مراها الحضارة الإسلامية. عندنا واحد السؤال، هو علاش مصر مسمية مصر بالضبط؟ ومنين جابوا هاد السمية؟ كاين بزاف ديال العلماء والمؤرخين اللي كيقولوا بان هاد السميه هي عربيه والجمع ديالها هو امصار، وكتعني الاقطار ديال الكره الارضيه. وكاين اللي كيقول بان المصدر ديالها هو من اللغه الهيروغليفيه القديمه، وبلي الاصل ديالها هو كلمه مشر واللي كتعني المحمي والمحصن، ولكن حولوها للعربيه من بعد ما غيروا الشين بالصاد. وكاين اللي كيقول بلي هاد الكلمه ديال مصر عندها علاقه مع السميه ديال واحد الشخص. كاين اللي قال ان الكلمه تسمات على سميه مصريم بن مركائيل بن دواويل بن غرايب بن ادم عليه السلام. وعقلت على هذه. وكاين اللي كينسبها لمصران بن نقراوش الجبار بن مصيرم، وروين عاوتاني مع هاد السميه. وكاين اللي قال بان الاسم كيرجع لمصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام، وهي سميه تسمات من بعد الفيضان اللي وقع في عهد نوح عليه السلام. دولة مصر معروفة بالملوك اللي دازوا فيها وكانوا معلقين بها بزاف. من بين هاد الملوك اللي خلاو بصمتهم في تاريخ مصر كنلقاو الفرعون توت عنخ امون اللي مات وهو في عمره فقط 18 عام. والسبب كيف ما كتحكي الحيوط ديال الاهرامات اللي منقوشين فيها بزاف ديال الحيوانات المفترسة، باللي حيوان مفترس هو اللي قتل الملك توت عنخ امون، حيت كانوا الفراعنة كيستمتعوا بالصيد ديال الحيوانات المفترسة. انا متاكد بان النص ديالكم عرف هذا الفرعون، لكن غنقول الملكة كيلوباترا اكيد كلكم كتعرفوها، ولكن واش هاد الملكة كانت مصرية بالصح؟ بزاف الناس كيقولوا بان كيلوباترا ملكة مصرية قديمة، في الحين انها من اصول يونانية والاسرة ديالها كتنتمي لعائلة بطليموس المقدونية. وهذا الشيء ما كيعنيش باللي غير الاصول ديالها اللي كانت يونانية، ولكن كانت كتعرف اللغة اليونانية وعارفة التقاليد اليونانية وبزاف. وفي نفس الوقت كانت هي الملكة الوحيدة اللي أصل ديالها يوناني وقدرات تهضر باللغة المصرية في ذاك الوقت. بزاف ديال الناس اللي كيشوفوا الأهرامات كيتخيلوا العبيد وهما كيجروا في ذاك الحجر الكبير وموراهم الحراس وكيضربوهم بالمسيوطة وكيرغموهم باش أنهم يخدموا ويبنيوا الهرم. ولكن واش بالصح اللي بناوا الأهرامات كانوا عبيد؟ فاروق الحسني وزير الثقافة المصري كيقول باللي أن بعثة آثار مصرية لقات القبور ديال العمال اللي بناوا هرم خوفو واللي هو أكبر هرم في الجيزة، ومن الطريقة اللي لقاو فيها هاد القبور وكيفاش كانت مدفونة قالوا بأن هاد الناس هما اللي بنوا الأهرامات وكانوا عمال أحرار وكيتخلصوا وماشي عبيد، وكان الخلاص ديالهم هو 4 يطرو ديال في نظركم الحليب؟ لا، كان الخلاص ديالهم هو 4 يطرو ديال الخمر في النهار لكل واحد فيهم. وكاين فرضيات اخرى خوتي كتقول باللي الاهرامات اللي بنوها هما اليهود اللي كانوا عبيد من طرف الفراعنه، وباللي بزوا عليهم يبنيو الاهرامات غير باش يعذبوهم. وكاين اللي قال باللي اللي بنوا الاهرامات هما الجنون اللي كان كيحكمهم سيدنا سليمان عليه السلام، ولكن سيدنا سليمان عليه السلام كان في فلسطين وماشي في مصر. وكاين اللي قال باللي ان قوم عاد هما اللي بنوا الاهرامات حيت كانوا طوال بزاف والاجسام ديالهم كبيره، وداك الحجر اللي كيحركو كان مقارنه بالجسم ديالهم شي حاجه اللي بسيطه. ولكن كيبقى العلم لله، لحد الان ما كاينش شي فرضيه صحيحه واللي صادقوا عليها، لانه
فكرة الأهرامات كتظل من عجائب الدنيا لحيرة العلماء. نبعدوا على الأهرامات ونعطيك واحد المعلومة، واش فراسك باللي المصريين عبدوا أكثر من 1400 إله في عهد الفراعنة، وباللي الدين النصرانية كان هو الدين ديال مصر اللي بين القرن الرابع والقرن السادس ميلادي، حتى جا الفتح ديال مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى هو في عام 20 للهجرة، ومن ثم الديانة ديال مصر هي الإسلام، والأقباط اللي بقوا تما وعايشين في سلام مع المسلمين. وآخر معلومة نقدروا نقدموها لكم أخوتي، محال تقدر تجيكم على البال، واش فراسك باللي من اللي ولات مصر جمهورية حتى لهذا الوقت اللي كنعيشوا فيه حتى العهد السيسي، كل الرؤساء ديال مصر اللي دازوا إما اغتالوهم ولا شدوهم بلان غريب. وهكا اخوتي غنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه، كنتمناو تكون هذه المعلومات اللي قدمنا لكم مفيده، زادت من معرفتكم بدوله مصر او ام الدنيا كما يطلق عليها، ومازال عندنا معلومات مفيده على دول اخرى غادي نعرضوها لكم في الحلقات الجايه ان شاء الله. اذا من تما نشوفكم في الحلقه الجايه، السلام عليكم.